على منح العدالة كل إن الإصلاح الشامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتكريس العدالة الإلكترونية كانت من أبرز محاور البرنامج الرئاسي وضمن أولويات الاهتمامات، بحيث أكد السيد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تمكنها من مواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم بتحولاته المتسارعة والمتشعبة. إنها الاهتمامات التي تفرض على القضاء بكل فواعله الإنصات إلى انشغالات المواطن وتوفير الأمن القضائي له والفصل في منازعاته في أجال معقولة وضمان حقه في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون وإشاعة الطمأنينة في المجتمع. شرعت المحكمة العليا في تصدير برنامج رقمنة العمل القضائي من أجل الوصول إلى محكمة عليا إلكترونية، وقد تزامن تنفيذ هذا البرنامج مع إحياء هذه الذكرى الموسومة بشعار نحو محكمة عليا إلكترونية، مما يشكل تكملة للمراحل التي قطعتها هذه الهيئة في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لعصرنا الطرق تسيير العمل القضائي. اعتماد التكنولوجيا سيؤدي إلى سرعة الفصل في الملفات، ملفات الطعون التي تريد إلى المحكمة العليا، وبالتالي فهذا سينعكس إيجابا على المتقاضين، يعني يصبح الحكم أو القرار يصدر في أجل يعني قياسية.